الازاز لما نعون على الطريق عم نحطهم بمعرض الفرز النفايات. هون بدنا نحط على درجة حرارة 500. قد ايه وقت؟ 5 ساعات. في قهوة قطعة هي قطعة كثير صعبة. ايه بس انت فنان. المواطن اللبناني مدعوس عليها. بكره بتيجي الانتخابات مثل الشاطرين بتتوجه الناس على صناديق الاقتراع. احنا وصلنا لوضع عن جد كثير كثير بشع، يعني لاقصى الحرمان لحقوقنا كمواطن صار لاقصى الدرجه. خلينا هالانتخابات تكون نموذجيه، خلينا اول شيء المواطن يامن بالتخزين. اتذكر من فتره يمكن حطوا له برتاج على التلفزيون من احد التلفزيونات النشيد الوطني اللبناني، يعني النواب مش حافظين النشيد الوطني للاسف. هذه شغلة عن جد، يعني شغلة بتترك فعلا أثر مأساوي.